عقوبة كهربا. طبعا مصر كلها بتتكلم عن الموضوع ده لدرجة ان هو بقى بيثير الاشمئزاز الصراحة بالنسبة لي. كهربا غلط غلط لما غنى مع جمهور الاهلي، غلط، ما ينفعش يقول كده، ما ينفعش. ما رضاش الاهلي بيتي، ما رضاهاش، ما رضاهاش ان حد يتقال لي، ما رضاهاش، ما رضاهاش ان هي تعمل عليا، ما رضاهاش. بس الناحيه الثانيه جمهور الزمالك بيقارن دي بيوم عاشور وهو بيشتم في رموز الاهلي كلهم بالاب والام. مثلا يعني برغم ان كهربا قال انا نيتي في الوضع ده، انا قلت عقده صح نيتي، بس هو قال لا حط، يعني هو في الفيديو باين انه حطه صح، قال عقده، وممكن تتأول ان هو لا قصدي على الجون، ممكن تقول اني فاهم ليه كذا مهرب منها، لكن شتيمة الاب والام لفظيا ملاش مهرب. هل معناه ان كرامه توقفش؟ لا، لازم يتوقف، انا مع وقفه جدا، بس يتوقف 12 ماتش كتير، يتغرم مليون جنيه كتير قوي، الاثنين مع بعض كتير. ما انت هتديني يعني لما توقف امام عاشور وشيكابالا خد ارقام كبيره، 8 ماتشات و11 ماتش، بس ما تغرمش وصلنا مليون جنيه معاها، يعني ما ينفعش انت تروح لبوا كده على قفاه. اذنكم يعني اخواتنا الزملكاويه المحترمين، لما تلاقيني متكلم في حاجه ما تخش تقول لي طب انت كذا على امك، هغلط فيك انت وامك واختك واهلك كلهم واحد واحد، انت عندك لسان عندي لسان عادي، فنتكلم باحترام. في الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتكلم بقى في مواقف تانية احسن من القرف اللي احنا فيه ده.